مشاهدي قراء هسبريس، السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نصف ساعه. احنا اليوم في المقر المركزي ديال حزب الاصاله والمعاصره. غادي نتلاقاو راجل كيضافنا في المقر وكنضيفوه في البرنامج، وضيفنا اليوم هو واحد من اكثر قيادات حزب الاصاله والمعاصره اثاره للجدل، سي الياس العماري. مساء الخير. مساءك سعيد. من مؤسس لتيار يساري اللي هو الديمقراطيين المستقلين الى مهندس لحزب الاصاله والمعاصره الذي يوصف بحزب القصر، كيفاش وقع هذا التحول؟ لا، اولا ما كاينش مؤسس ومهندس. ربما ساهمت في تاسيس تجربه حركه الديمقراطيين المستقلين كتيار ديمقراطي يتوخى العدل والمساواة والحداثة، وساهمت أيضا في تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، لأن مهندس واحد يمكن أن يبني عمارة ولكن لا يمكن نهائيا أن يبني مشروع سياسي. والأصالة والمعاصرة لا بحزب إلياس العمري ولا بحزب القصر ولا بحزب السكنة ولا بحزب الجماعة، إنه حزب أسس وفق القانون المغربي في إطار القانون المغربي من أجل المساهمة من موقعه البسيط في إغناء الحق السياسي المغربي. تيقولوا مجموعة ديال الملاحظين ومجموعة ديال المتتبعين أن الأصالة والمعاصرة في واقع الأمر ما هو إلا تجربة مشابهه للتجربه ديال الفديك، ديال التجمع الوطني الاحرار، ديال الاتحاد الدستوري. خرج صديق الملك من القصر ومن اسوار التوارقه واسس حزبا سياسيا في محاوله لان تبسط الدوله يدا حزبيه، وبان انه مجموعه ديال النخب ولات كتجي كما كانت من شحال هذه تتقرب للحزب، لان الحزب هو تعبير عن اراده الدوله ومحاوله ديال البسط ديال ديالها على الساحه السياسيه. شوف سيب الغيتي، كاين جوج حوايج التعامل مع الإشكالات من هذا النوع ولا من نوع آخر. ما إما غنتعاملوا على القيل والقال كما تفضلتي، يقال ويقال ويقال، ما إما غادي نتعاملوا مع ظواهر سياسية بأدوات تحليل معرفية. إذا المشهد السياسي المغربي الشرعي ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال، كما سبق قلت في واحد استجواب، ما إما أسس هو بقرار من القصر أو حول القصر، وهنا أتكلم على الأصول وليس الفروع. خذني أي تجربة سياسية مغربية وشوف لي المؤسسين الأوائل أين كانوا، مع من اشتغلوا. بمعنى أن كل الأحزاب السياسية تأسست إما بإرادة، لا، بمعنى لا يمكن أن نحاكم أي تجربة سياسية بناء على ماهية الأشخاص، وما كاينش في العالم محاكمة التجارب السياسية بناء على المشاريع. واش كاين مشروع ولا ما كاينش مشروع؟ ما أما على الأشخاص ونقولوا بانه الحزب الديمقراطي الامريكي ديال اوباما، اسسوا فلان بن فلان وفلان بن فلان كان مصاحب مع فلان بن فلان حيت فلان بن فلان كان كيتحكم، هذا كلام لا اظن ديال السياسيين ولا ديال المثقفين، وحتى ماشي ديال عامه الناس، حتى ماشي ديال عامه الناس. اذا حزب الاصاله والمعاصره مثل باقي الأحزاب، هل مشروعه يتقاطع مع مشروع القصر؟ هذا هو النقاش. هل مشروعه يتقاطع مع المشروع الظلامي؟ هل مشروعه يتقاطع مع مشروع حداثي؟ هذا هو النقاش. ما ممكنش نناقشه. أنا ممكنش نجي ونقول لك إوا شفتي الحزب الفلاني حيت هذاك السيد اللي فيه ولا لسان في تأسيسه راه كان صاحب فلان،
وهذاك فلان راه كان مع الفرنسيس. إذن كما كيقولوا الناس في الماتيماتيك بار ترانزيتيفيتي، يعني هذا حيث فرنسا ماشي هكا. لا، هو أخذ بعين الاعتبار المعطيات اللي قلتي، أنه التحليل يجب أن يكون علمي وموضوعي ويتعامل مع الظواهر. الشيء هذا صحيح. الناس ملي كيشوفوا حزب سياسي يعين على رأسه، يعين على رأسه عامل سابق بحال السبيدي اللي على سبيل المثال، وعندما يرون نفس الحزب يعين على رأسه سير باكوري الذي كان مديرا للصندوق لدعوة التدبير. الله أكبر السي. الله أكبر السير بلغيتي. ما إما جوش حوايج، ما إما أنك ما متبعش. لم يعيان، لم يعيان، لم يعيان. انتخب. كيف تفسر أن ينتخب رجل على رأس حزب لم يسبق له أن مارس العمل الحزبي ولو من داخل فرع في إقليم فيتحول بقدرة قادر إلى أمين عام الحزب؟ سيلباكوري على سبيل المثال. أبدا، سيلباكوري ساهم في تجربة التأسيس اسم الأصل والمعاصرة من بدايته، بل أكثر من هذا، من الناس الذين بلوروا في قيادة حركة لكل الديمقراطيين المشروع السياسي اللي تقدم آنذاك لمجموع الأحزاب السياسية. سيلباكوري ساهم في تأسيس من موقعه فريق الأصالة والمعاصرة قبل أن يؤسس حزب الأصالة والمعاصرة. سيلباكوري إلى رجعتي دابا احنا في المقعد الاصاله، غير طلع الفوق كاين واحد لورديناتور تقول لهم خرجوا لي الانخراطات من 2008 للان، غادي تلقى الرقم، لان هذيك ممكنش تزورها لان في لورديناتور، غادي تلقى الرقم ديال البطاقه ديال سيلباكوري. والسيلباكوري حضر المؤتمر من جهه الرباط كمؤتمر من جهه الرباط، وانتخب عضو في المجلس الوطني من جهة الرباط. إلا كنت حاضر انتخابات ديال أعضاء المجلس الوطني على القاعدة انتماءات الجهوية استمرت من الخامسة مساء إلى الخامسة صباحا، وكانت 16 الخيمة في بوزنيقة على حسب 16 الجهة وانتخب من هناك، وكان عضو المجلس الوطني، واجتمع المجلس الوطني في دورة التصويت على رئيس المجلس الوطني. بما نبغيتي تقول لي أن حزب الأصالة والمعاصرة يعيش نوعا من الديمقراطية الداخلية، أو يعيش ديمقراطية داخلية سليمة. ماشي بغيت نقول لك حزب الأصالة والمعاصرة يعيش الديمقراطية على الطريقة المغربية بحال اللي كتعيش انت. بمعنى شوف انت كيفاش كتعيشها، كيفاش كتعيش انت الديمقراطية داخل أسرتك، داخل عائلتك، داخل زملائك، داخل الهيئات اللي كتنتمي لها، كانت هيئات مدنية ولا كذا، كيفاش كتعيشها؟ على قاعدة ماذا؟ إلا تعيش على قاعدة الاحترام المتبادل فإننا نعيش على قاعدة الاحترام المتبادل. إلا كنتي كتعيش على قاعدة الأقلية والأغلبية فإنك نعيشها على قاعدة الأغلبية والأقلية، ولكن نعيشها على الطريقة المغربية لا نعيشها عن الطريقة السويدية نهائيا. نسعى جميعا أن نكون مثل السويد، ولكن يجب التأهيل الجميع. سي إلياس، وأنت تتحدث هذا الكلام الجميل، أنا أريد أن أطرح معك سؤالا. ما سبب عادة جزء مهم من الشارع المغربي الحزب الأصالة والمعاصرة واللي بان بشكل واضح من خلال حركة 20 فبراير، رفعت شعارات ضد فؤاد علي الهمة، قالوا لفؤاد علي الهمة ارحل، رفعت شعارات ضد إلياس العماري، وكانت واحد البونكار فيها إلياس العماري ارحل، ولو كيقولوا الناس بامطاجية وكذا إلى آخره. واش زعما هذا العداء هذا مجاني؟ نسولك نتحولوا شوية كذا، أنت كنتي في 20 فبراير طبعتي تصويرتي؟ قول الحقيقة. أنا ما عنديش، أنا طبعت تصور ديال عباد الله بزاف، أنا درت بزاف ديال 20 فبراير. ماشي روح ده عادي جدا حين تكون إنسانا عموميا. وعجبني واحد التصريح مؤخرا ديال الأستاذة خديجة الرياضي بصفتها رئيسة الجمعية المغربية، سولوها قالوا لي الطرف عاد شعارات ضدك في
شي وقفة. قلت لهم طبعا ما دام أنها سلمية، وقفة سلمية وكذا، نحن مدافع عن حرية الرأي والتعبير، فلترفع في إطار الاحترام القانون. نسولك طبعتي تصويرتي؟ إذن من طبعها؟ أنا عندي تصويرة من طبعها؟ كاملة. من طبعها؟ أنا قلتها أمملة. أنا منين شفت تصويرتي؟ شفت من وراء حامد الدين ورنيت بمعنى؟ مباشرة بمعنى؟ لا بمعنى أنا كنسولك أنت اللي كنتي في الوقفة. أنا ما كنتش في الوقفة. أنا ما كنتش في الوقفة. لا أنا إلا كنت في الوقفة كنت غادي نقول. أنا كنسول هل الرميد وهل حميد الدين القياديين بحزب العدالة والتنمية وهما اللي طبعوا التصاور ديال إلياس؟ لا أنا أنا أنا, أنا من طب أنا ما غاديش نوب على فؤاد، وما عمرني نبت على شي واحد كما ما عمرني كلفت شي حد ينوب عليا. ولكن في هذه بالضبط أنا ما ممكنش نقول لك أنا ماشي مخبر. هذا دور المخبرين، من يطبع من كذا. أنا كنسول واحد السيد قال لي هو اللي هو سيادتكم بأنك أنت حاضر، وأكثر من هذا ربما كنت من الفاعلين الأساسيين على ما عرفت في المظاهرة. وهذا شيء جميل جدا اللي كنقولوا احنا الفاعل الأساسي في السياسة، كنقولوا معرفة ما يدور وكيف يدور. ربما أنت على معرفة أكثر مني، أكثر مني بمن كان يطبع ومن كان يرفع ومن كان يرفع. أنا شخصيا اللي شفت في الإعلام ماشي في شي حاجة أخرى، شفت في الجرائد تصويرتي من موراها مباشرة. كاين جوج ديال الناس شخصيات عمومية، أنا صادقا ما عنديش معهم علاقة باش نسولهم. ربما أنت كصحفي كتسول كل شيء وكتشتغل مع كل شيء، أنا شي نهار تجيبهم لهذا البرنامج ولا شي برنامج آخر وتقول لهم الله يرضي عليكم، والصدفة أنتم مع ذاك التصويرة ولا لا؟ أنا ممكنش نسولهم، ولكن من خلالك كنسولهم، من خلالكم من خلال البرنامج كنسولهم. أنا غادي نرجع بك شي شوية اللور في المرحلة ديال الثمانينات، وملي كنت في الثانوية على وجه الخصوص كان واحد الوقيتة أحداث فيها مظاهرات واحتجاجات في المنطقة ديال الشمال كلها، واستعمل فيها الرصاص الحي. هربتي لعند باك قال لك شنو واقع؟ قلت له موقع موقع. قال لك نفضل انك تجيني في كفن ولا تجيني هربان. صحيح هاد الهضره هادي كانت هادي ماشي في ابان الرصاص، كتعرف بانه المظاهرات الاحتجاجات في مدينه الحسيمه بدات في ديسمبر 1983. كان انا ذاك هجوم على جامعه وجده وسميت بمعركة 7 ديسمبر، وتم اعتقال وتعذيب مجموعة من المناضلين في الحركة الطلابية، وأغلبهم من منطقة الريف وبالخصوص من الحسيمة والنهضة. وفي إطار التفاعل الإيجابي النضالي عندك كانت صدى لهذه المعركة في مدارس مدينة الحسيمة، وابتدأت المعركة في ديسمبر في ثانويات إمزوران بمدينة الحسيمة، وشاركنا كتلاميذ فاد المظاهرات. طبعا لأنني كنت صغير لا سنا ولا جثة، ولد الفقي من بادية بعيدة شيئا ما عن المدينة، قبل أن أخاف من الموت ومن الدولة ومن الآلة جهنمية للدولة، أخاف من أبي خوفا واحتراما، فمشيت شديت فالنسيانا كما كنقولوا عندنا يعني الكار، مشيت للدوار تلاقيت مع الوالد كعادتي، سألني يعني قال لي اليوم يوم الدراسة الجاب؟ قلت له باه اللي كاين. قال لي لا يا ولدي، قال لي ما عندناش رجال اللي كيهربوا. قال لي هكون سعيدا أنك ترجع لي
مناضلا نية وحيا وترجع الشمت. أنا ذاك ما استوعبتش الأمور مزيان لأن با عنده 12 ولد وبنت. ربما في الرجوع ديالي كنقول واش لأن الوالد ما يقدرش يخدم علينا وهو يتخلص من واحد من أبنائه، ولكن بعد ما مات عرفت غادي. أنا مشيت حفرت شي شوية قلبت في الحياة ديال إلياس العماري، لقيت بأن من بعد ما صدر عليك شي حكم غيابي واحد عامين غبرتي فيها، مشيت نبست شي شوية اكتشفت أنك كنت كتبيع الخضرة في القمرة، وأن هذه المرحلة هذه كنت كتنتحل فيها أكثر من صفة. طالب في المعهد ديال الإحصائية التطبيقية، طالب في كلية الآداب، كتمشي لافاك، الناس ما عارفينش بالضبط شكون أنت، واش اللي كيبيع الخضرة في القمرة ولا طالب ديال كلية الآداب ولا شكون هذا السيد هذا بالضبط. زعما إلى حد الساعة كاين شي شوية ديال الضبابة في هذيك العامين. هادي منين تصدر علي حكم غيابي بخمس سنين ديال الحبس في قضية عرفت بمجموعة البلعيشي ومن معه، تصدر علينا حنا جوج، الرفيق جمال كوح اللي كان آنذاك هرب إلى الخارج وأنا، واعتقال الرفاق الآخرين. طبعا اضطريت باش نهرب من مدينة الحسيمة اللي كنت هرب منها من قبل هذا الحكم، لأنه أنا طردت من المدرسة في مارس كنت كنعقل، وابتدأت الملاحقات شمن عام؟ شمن عام؟ 87. وابتدأت الملاحقات وكذا، وبديت كنهرب يعني داخل الإقليم. في جوان شهر يونيو تم اعتقال أصدقاء رفاقي آنذاك، يعني كانت ضغوطات علي كثيرة، يعني تم يعني استفزاز الوالدة وجرها والإخوان ديالي، يعني ابتزازهم، يعني شد اعتقلهم باش نسلم راسي وأشياء كثيرة. اضطريت لمغادرة الرجيف، وغادرت أول مرة في طنجة. كنت في طنجة عند يعني تماك فين ابتدت المعاناة الأولى، وبدات عملية ديال الأسماء مستعارة، وكنت كنعس في الزنقة. بعد ذلك مشيت لفاس، بعد ما الأمن عرف البلاصة اللي كنت فيه في طنجة وداهموا الحي اللي كنت فيها بحثا عن المنزل اللي كنت مخبى فيه ولو بأسماء مستعارة، كان عقل كان سميتي أسامة في طنجة، وكنت كنصلي بالناس في واحد مسجد بسيط، وكان كتب لهم رسائل داويهم في الخارج مقابل. كنت متدين ولا غير تقية؟ لا كنت تقية، لا كنت تقية شيء حقيقة. وبعد ذلك مشيت لفاس. فاس نفس المشكل، عرفوا الأمن بأنني موجود في فاس، فقالوا لي الرفاق ديك الساعة القاعديين اللي احتضنوني، وربما أحسن تجربة مغربية إنسانية ولو سياسية بعمق إنساني اللي عاش المغرب واللي حدود الساعة هي تجربة الطلبة القاعدي. اضطريت باش نجي الرباط، الرباط اضطريت باش نبدل السمية طبعا، باش أنا كائن سياسي لا يمكن أن أبحث عن الاستقرار، لا أبحث عن دفاع عن مشروعي السياسي ومشروعي الفكري اللي كان ينتميله. هذا المشروع السياسي ومشروع الفكري اللي كان ينتميله يتطلب مني أنني أكون حاضرا
في كل الأماكن، وكنت حاضرا عند العمال وعند التجار وعند الطلبة في مختلف المؤسسات التعليمية، رغم أنه كانت عندي يمكن نمشي للخارج أنا ذاك، أنا رفاقي جابوا لي باش نمشي نغادر. إذن هذا هو اللي كيفسر هذا تعدد الصفات في تلك المرحلة. تعدد الصفات. أنا غادي نسولك دابا، وأنت كتعاود عاودت على بزاف ديال الحويجات متعلقة بالمضايقات، متعلقة بالأحكام السياسية إلى آخره. تنعرفك كنت قريب بزاف من دريس بن زكري، وكنت قريب من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بشكل كبير جدا. واش تظن أن هذه المرحلة هذه طويت بشكل نهائي في المغرب؟ أبدا. آخر باساج ديال الشهيد دريس بن زكري، واسمحوا لي يعني المشاهدين والقراء ديال إسبريس نسميه شهيد، كيستحق هذه الصفة، كان في القناة الأولى، وسألوه الصحفي قالوا له واش السي دريس بنهاية عهد لجنة الإنصاف والمصالحة يمكن أن نقول بأن نهاية عدم التكرار ونهاية الخروقات؟ قال لهم لا، ما دام أن هناك فوارق اجتماعية وما دام أن ليس هناك عدالة اجتماعية وقانون يتوافق عنه المجتمع بمختلف تعبيراته والسكون إليه، هتكون هناك خروقات. يعني التجربة كباقي الشعوب العالمية، هل الآن في جنوب أفريقيا مع نهاية تجربة المصالحة في جنوب أفريقيا انتهى عهد الخروقات؟ أبدا. في الشيلي في أي مكان. الحديث عن العدالة الاجتماعية يجرنا الحديث على حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الآن حول سياساته فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي والاقتصادي. لقيت لك واحد الكلام قاسح شي شوية، قاسح قلتيه في حق حزب العدالة والتنمية في المؤتمر الجهوي ديال البام في مراكش نهار 23 دجنبر 2012. قلتي بالحرف حزب العدالة والتنمية جماعة منافقة تجمع بين الحكم والمعارضة كما يجمع المنافق في جوفه الكفر والإيمان. مش ما كتشوفش بالله شوية؟ لا، مازال كنقولها السي بلغيتي، مازال كنقولها لهذه الدرجة. وما كنقولهاش هكا، لا، قرأت تجربة ديال حركة الإخوان المسلمين من عهد حسن البنا، من عهد الملك فؤاد في مصر. هادشي ماشي كنقولو قالوه ليا، هادشي موجود في كتب التاريخ. رجع لي كل كتب التاريخ. غادي نتكرر واحد الحاجة بسيطة ما عمرني نتها، قريتها ربما في كتاب المتأسلمون للدكتور شنو سميتو رفعت، الدكتور رفعت. منين الملك فاروق وقع مع بريطانيا وكان انذاك رئيس الوزراء ورئيس الوفد النحاس باشا، والنحاس باشا خرجت الجماهير الشعبيه ضد الاتفاق وضعت بالاتفاق، فخرج حسن البنا وجماعته وهو في سياره مع صدقي باشا اللي كان الصدر الأعظم عند الملك فؤاد، فقال إذا كان الشعب مع النحاس فإن الله مع الملك. وماذا فعلوا من بعد؟ شوف تطورت من بعد. الآن ما يجي الآن في مصر، ما يجي الآن في المغرب، ألا ترى منك يكون واحد الحس الحاكم عنده أدوات المعارضة والمعارضين سواء اللي في المؤسسات ولا خارج المؤسسات عندهم أدواتهم، اللي كتلقى حزب حاكم وكيدير مظاهرة، يعني غير
غير انت شوف معايا هذه القضيه، كيحكم وكيدير كيعارض، وسميتها بان لا يمكن ان تجتمع حلاوه السلطه وشرف المعارضه في جوف واحد، لانه الاسلام قال بالقطع لا يمكن ان يجتمع قلبان في جوف واحد، ماشي انا اللي قلتها، قال الاسلام، الكفر والنفاق، الصدق والإيمان إلى غير ذلك. وقلت أنا لا يمكن أن نجمع ما بين شرف المعارضة وحلاوة السلطة. وزير العدل هو رئيس النيابة العامة، بمعنى مسؤول عن السلطة القضائية، بمعنى يمتلك كل الصلاحيات، على الأقل هذا ما يقوله، ويشكي من ماذا؟ رئيس لا أعرف. وشوف لا بالله، واش واحد كيشكي من التماسيح؟ واش واحد كيشكي من التماسيح؟ عبد الإله بن كيران يتحدث عن التماسيح والعفاريت، لأنه ما قدرش يقول ودي راه كاين الجهة الفلانية في العنوان الفلاني هي اللي تسقط مشروع الإصلاح. أب رشيد، أنا ماشي شوافها، أنا لا أحاكم النوايا، أنا رجل سياسي حاكم النتائج. النيال ديال بن كيران ما قدرش ولا مسكين ولا كذا، هذاك ماشي سوقي، انا ما كنحاكمش النوايا، سيدي ربي الوحيد اللي كيعرف النية، انا كنحاكم النتائج، النتيجة هو ما يقوله هو ما يفعله، المخبرين هما الوحيدين اللي كيشدوا شي واحد وكيقول له شفتي انت جبناك لان بغيت تفجر هذيك المكان من هنا واحد 3 سنين. أنا لا، إلا كبيت نكون هاد الشيء يكون دخلت للسلك ديال الشرطة. مازال كتبان لك العدالة والتنمية كتلعب على جوج ديال الحبال إلى الآن؟ طبعاً ماشي زعما، ماشي الناس راه كنخصهم عام يتعلموا أنهم تيحكموا، وبالتالي طبيعي مدوهم في المعارضة، بداو تيتعلموا الآن، ما بقاوش كيخرجوا للشارع، لا يحتجون ولاو لا ما بانش لك التطور في أدائهم. سي رشيد، المغرب ماشي راس ديال القرع، هذا شعب، ما كيتعلموش الناس في شعب، اسمح لي، هذه مسألة خطيرة جدا، نقولوا شي حكومة جديدة في العالم ونعطيك واحد العام تعلمي فينا، ماشي تعلم، راه ماشي هذه باش نسوقوا الطونوبيل ولا البيكالا، هذا شعب 40 مليون ديال المغاربة، تعلموش فيهم، وأي دولة وأي دولة في العالم اللي كتحترم راسها ما كيمشيهاش وزير، وزير كيعطي مضمون المشروع ديالو، مضمون سياسي للمشروع ديالو، كتمشي الإدارة، تمشي الإدارة، إلا كاين شي مشكل في هاد البلاد، وأكيد كاين مشكل في هاد البلاد كما كاين في البلدان الأخرى، تكون الشجاعة عند المسؤول السياسي يجي أمام الملأ يقولها الشعب راه المشاكل اللي لقيت، دابا أرجو منكم أننا نتعاونوا لتجاوز هاد المشاكل، لقيت إرادة مفلسة، لقيت إرادة كذا، ولكن سميو الأمور، ممكنش نجي، راه ممكن حتى أنا نجي دابا نقول لك وعرفتي راه خارج من هنا ولقيت واحد الغول، وهذاك ماشي هذا كلام، سميه. نسولك واحد السؤال. تفضل. بزاف ديال المغاربة تيسولوه، وهو الآن سؤال حارق ملح آني. الدور ديالك في الأحداث ديال القديميزي يا سي إلياس. احد الشباب المحاكمين من ضمن 23 شاب اللي كاينين في المحكمه العسكريه هذه الايامات هذه، قال بالحرف هو عبد الله التوبالي في الجلسه، قال انك شاركتي في الاجتماع اللي كان فيه وزير الداخليه انذاك طيب الشرقاوي والوالي السابق وجلموس والوالي طريشه والوالي الابراهيمي، وعندما سالك الحاضرون من ابناء العيون عن صفتك داخل الاجتماع قلت انك ممثل لجهه عليا، ومن اللي زادوا حكروا شي شويه وقالوا شكون هي الجهات العليا قلت لهم القصر. نقول لك الصدق، نقول لي الصدق، انا ابحث عن الصدق في هذا البرنامج. هاد السؤال في جوج اجابات، الاجابه الاولانيه وما تعتبرهاش بانه هروب، لان انسان وإما اقوله بغيتك تعقل على هذا السؤال مزيان وتخليه تنتهي المحاكمه وجي ونقول لك بزاف الحوايج لكي لا أسمن بأنني أؤثر لا هذا الجهة أو تلك في إطار هذه المحاكمة، وبالخصوص
إلا كان العالم بأسره باغي يكون العدل في القضية، الاعتبارات يعرفها العالم بأسره. إذن أي جواب الآن؟ ما إما غادي يكون ضد اللي جبت سميتي أو يكون ضد شي حد آخر. لذلك أنا ربما الجواب الوحيد إذا طلب مني الآن غادي نعطيها من المحكمة احتراما، وأنت كتعرف هادشي أكثر مني، كتعرف هادشي أكثر مني. كنت كنتمنى وتطرح عليا هاد السؤال قبل هذه سنتين وجاوبت عليه، كنتمنى ترجع نعطيك جوج مراجع، جريدة الأيام مع الصحفية مكرين مريم، وجريدة الحياة مع الصديق الفاضل محمد حفيظ. أنا ذاك ما كانت لا محاكاة، ولكن الآن أنت كتفهم. لا هادشي كتفهم، ماشي قد تفهم، هادشي كتفهم، هادشي وضع أنت راسك بأنك الآن تحاكم سواء ظالما أو مظلوما، وغادي يجي أي واحد على برا يصرح أي تصريح من خلاله التأثير على هذه المحكمة، هي الوحيدة التي ربما غادي تشوف. إلياس العماري لن يتحدث حتى لا يؤثر على سير القضاء، ولكن ما رأيك في محاكمة مدنيين داخل محكمة عسكرية؟ ضد محاكمات مدنيين وغير مدنيين في محاكم استثنائية. موقف صريح وواضح يختم به إلياس العماري هذا اللقاء من برنامج نصف ساعة. قراء مشاهدي إسبريس، شكرا لكم لأنكم تابعتونا في هذا اللقاء هذا. إلى حلقة أخرى مع ضيف آخر، تنحييكم.